الطلبة والطالبات تخصص زخرفة وعلان أهلا بكم في أحد حلقات مادة تكنولوجيا العمليات للصف التالي النهاردة هنتناول طرق تطبيق دهان بوية السنساتيك على الأسطح المختلفة اللي هي في الغالب بتبقى أخشاب أو معادن بالنسبة لدهان بوية السنساتيك علشان يتم تنفيذه على الأسطح لازم الاول نتعرف على بويه السنساتيك بويه السنساتيك في البدايه البويات كان بيتم تصنيعها من مجموعه من الراتنجات الطبيعيه والشموع الطبيعيه والزيوت ومع التطور في انتاج البويات تم تعديل نوعيات من الراتنجات الطبيعيه واستحداث نوعيات منها بتقاوم العوامل الجويه وتؤدي إلى درجات من اللمعان على الأسطح كذلك لديها من المرونة التي تقاوم بها العوامل المختلفة فتم إنتاج بوية السنساتيك اللي احنا النهاردة هنتناولها على الأسطح كما تحدثنا أول حاجة أما نيجي نتكلم عن بوية السنساتيك هنبدأ نتكلم عن كيفية إعداد الأسطح لتطبيق دهان بوية السنساتيك في الغالب طبعا احنا عندنا الاسطح سواء كانت الاخشاب او المعادن في اسطح جديدة يعني لم يتم دهانها من قبل وفي اسطح قديمة تم دهانها من قبل سواء كانت على الاخشاب او على المعادن هنبدأ احنا نتناول كيفية اعداد الاسطح سواء كانت القديمة او سواء كانت الجديده في طبعا مراحل لطي... لاعداد الاسطح القديمه ازاي وفي مراحل لاعداد الاسطح الجديده بتتم ازاي طبعا بالنسبه للاسطح القديمه يعني الدهان بيبقى موجود وبعضه بيبقى تالف بيتم ازاله الدهان س... س... لو اتكلمنا على الجدران على الاخشاب هنجد مثلا ان بيبقى الدهان على الاخشاب القديمه او الدهان القديم على الاخشاب بيتم ازالته بالطرق العاديه القديمه اللي هي بيبدا صنفره السطح وبعد صنفره السطح بيتم تنظيفه او غسله كويس جدا بالماء عن طريق قطعه قماش او قطعه اسفنج منداه بالميه ونبدا ننظفه بحيث تزال الاتربه اللي ناتجه من عمليه الصنفره وفي الحالة دي ممكن يتم عملية الدهان على السطح مباشرة بعد عملية تنظيفه إذا كان السطح لا يحتاج طبقة من المعجون ده بالنسبة للطرق القديمة طبعا تم استحداث طرق لإزالة الدهانات القديمة منها حاجة تعرف باسم المزيل السائل والمزيل العجينة وتعالوا مع بعضنا دلوقتي نبدا نتعرف على كيفيه اعداد الاسطح سواء كانت المعدنيه او الخشبيه بالمزيلات سواء المزيل العجينه او المزيل السائل نبدا كده نتناول مع بعضنا اولا بيقول لي طبعا الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ان الدهانات قديما بتعتمد بصفه اساسيه على الزيوت والراتنجات والشموع ونظراً للتطورات الصناعية، إزدادت الحاجة لنوعية معينة من الدهانات تمتاز بقوة الالتصاق والمتانة على الأسطح. أدى ذلك لإيجاد بدائل من الراتنجات الطبيعية تفي باحتياجات السوق لإنتاج بويات ذات كفاءة عالية مثل بويات السنساتيك، سواء كان الجفاف عادي أو جفاف حراري. مميزات البوية ايه طبعا مميزات بوية السنساتيك اول حاجة بتحمي الاسطح المعدنية من التأثيرات المختلفة كالصدأ والتآكل اتنين بتقاوم الرطوبة والغازات الضارة بالدهانات والاحماض وكذلك القلويات تعطي سطح متساوي السمك يعني طبقة من الدهان متساوي ذو درجة لمعان عالية لا تحتاج لعمليه صقل يعني لا تحتاج لعمليه صنفرة او تلميع لها قوه تحمل ضد الصدمات والاحتكاك وقوه تماسك يعني لو انا مسكت مثلا مسمار وحاولت احك طبقه الدهان لبويه السنساتيك طبعا لا بتتجرح ولا بيتم كحتها من على السطح بوية سريعة الجفاف يعني من مميزات الدهان ده أيضا أنه سريع الجفاف وبيعمر فترة طويلة على السطح له قدرة كبيرة على أنه يحتفظ بجميع مميزاته عند عملية التخزين يعني لو أنا خزنته بتنه فترة طويلة محتفظ بصلاحيته لعملية الدهان الطرق الإعداد بقى الأسطح قلنا أولًا الأسطح المعدنية القديمة أو الأسطح الخشبية الجديدة القديمة اللي هي المدهونة مسبقًا والدهان بيكون تالف يتم إزالة الدهان القديم إما بطريقة استخدام بوري اللحام وعملية الحرق بالطريقة القديمة ده بالنسبة للأسطح الإيه المعدنية أو بالطرق الحديثة باستخدام المزيلات وهي ايه هي بقى المزيلات ديت اللي احنا قلنا عليها المزيل السائل والمزيل العجينه. بالنسبه للمزيل السائل بيقول يتركب من مجموعه من المواد التي تنفذ دا تنفذ يعني المواد دي بتنفذ داخل يعني بتخش داخل طبقه الدهان وتتحد مع الاحماض الدهنيه مكونه صابون يمكن ازالته بالسكين ويستخدم فوق الاسطح الخشبيه او المعدنيه وبيتكون من بيتكون من صودا كاويه عباره عن بودره بنسبه عشرين جزء بنسبه 20 جزء يعني مثلا عشرين جرام مضاف اليه كربونات الكالسيوم برضه بودره بنسبه 35 جزء مضاف عليه بوتاسا كاويه عباره عن مسحوق بنسبه 15% او 15 جزء من الوزن مضاف عليه حجر الخفاف المسحوق بنسبه 30% من الجزء او 30 جزء من الوزن. طبعا هذه المواد كلها عباره عن مسحوق بيتم إضافة الماء إليه عشان يكون في حالة سيولة يضاف إليه الماء عشان يكون في حالة سيولة طيب بعد كده بيكلمني عن المزيل العجينة هي في الغالب بعض المكونات السابقة ولكن مع الاختلاف البسيط في ايه؟ ان طبعا نستخدم صابون اسمه صابون الرخو وصابون الرخو ده بنسبه 30 جرام من الوزن وصابون الرخو ده بيكون في قوامه يشبه الايه الشحم او يشبه الفزلين كذلك صودا كاويه بنسبه 10 اجزاء من الوزن مضاف اليه بنسبه 30 جزء من الميه ومسحوق حجر الخفاف بنسبه 10 جزء من الوزن وكذلك كربونات الصوديوم بنسبه عشرين جزء. المكونات دي كلها بتضاف على بعضيها وبنبدا ندهن طبقه طبقه منه على السطح المدهون مسبقا اللي هو السطح القديم اللي هو مدهون قبل كده سطح قديم فانا ببدا ادهنه لا اما بالمزيل السائل او بالمزيل العجينه. وبقوا بعد ما عمليه دهانه بيترك في حدود عشر دقائق او تلت ساعة من عشرة الى تلت ساعة وبعد كده ببدأ قشط طبقة الدهان من على السطح طبعا بقشط طبقة الدهان من على السطح عبارة عن الدهان متحد مع المزيل السائل او المزيل العجينة وبعد ما بقشط طبقة الدهان سواء على سطح الخشب او على سطح المعدن بقوم بعملية غسل السطح لو احنا اتكلمنا على المعدن بيغسل بقطعه من القماش عن طريق ميه جاريه تمام اما بالنسبه للخشب عشان الخشب ما يتشبعش بالمياه بنبدا نمسحه بقطعه قماش مبلله بالماء لازاله اثر المواد اللي احنا بنزلها من على السطح وبكده بيكون السطح معد وجاهز لاستقبال طبقه الايه الدهان طيب لو احنا بقى هنتكلم عن الاسطح الجديده. سواء كانت الاخشاب او المعادن. الاخشاب او المعادن. اما نيجي نتكلم عن الاخشاب عمليه الاعداد بتاعتها بسيطه واحنا تناولناها وعارفينها من الصف الثاني ومن الصف الاول ايضا. طيب زي ايه مثلا؟ لو احنا اتكلمنا عن سطح الخشب الجديد وقلنا بيتم اعداده ازاي اول حاجه طبعا قطعه الخشب ديت عباره عن مشغوله مصنوعه من الخشب سواء كان كرسي منضده دولاب هذه المشغولات عباره عن مجموعه من اجزاء تم تركيبها مع بعضيها عن طريق مسامير وعن طريق الغراء طيب فاول حاجه في عمليه الاعداد بتاعتنا بيتم إزالة الغراء الزائد بعبارة عن قطعة من الإسفنج المبللة بالماء الدافئ وببدأ أزيل طبقة الغراء الزايدة في اللحبات والفواصل اللي في الخشب طيب دي أول نقطة النقطة الثانية عندنا المسامير بيتم الدق على رؤوس المسامير لاختفائها داخل سطح الخشب طيب طب دي النقطة الثانية طب النقطة الثالثة ايه النقطة الثالثة ان الخشب بيبقى فيه مجموعه من العقد هذه العقد بتفرز مواد راتنجيه هذه المواد الراتنجيه من الممكن انها تؤثر على طبقه الدهان فيما بعد طيب اعمل ايه بيتم كي هذه العقد بواسطه عصير التوم او محلول الجملك طيب وبعد كده بعد عمليه كي العقد ببدا صنفر السطح صنفره كويسه جدا حتى اتاكد ان السطح بالكامل مستوي ممكن استخدم صنفره صاروخ وممكن استخدم صنفره عاديه. طيب بعد كده بيتم ازاله الاتربه الناتجه من الصنفره وبيكون السطح معد وجاهز لاستقبال طبقه الدهان بتاعتنا سواء كان دهان بويت سانسيتك او دهان اخر من الدهانات اللي احنا بنتناول بنتناولها او بنعرفها. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للخشب الجديد طيب بالنسبة للمعادن بقى المعادن الجديدة في عندي قال لي في ثلاث طرق الثلاث طرق أول طريقة منهم بيطلق عليها الطريقة الكيميائية الطريقة الكيميائية والطريقة الثانية اسمها الطريقة الآلية أما الطريقة الثالثة ودي هنتناولها برضو باستفاضة اللي هي عمليه اعداد السطح مستخدم مراحل تعرف بمراحل اعداد السطح بعمليه الفسفته طيب اما نيجي نتكلم بقى نتناول المراحل دي مرحله مرحله اما نيجي نقول مثلا الطريقه الكيميائيه ايه هي بقى الطريقه الكيميائيه ايه هي مراحل الطريقه الكيميائيه لاعداد سطح المعدن بيقول لي اول حاجه صنفرت سطح المعدن لنزع الحراشيف الزائدة بعض أجزاء بتبقى من الصدأ بتبقى سميكة بنبدأ إحنا نزلها بواسطة لإما فرشة سلك أو صاروخ أو عن طريق صاروخ طيب صنفرة السطح لنزع الحراشيف الزائدة ثم استخدام الفرشة السلك بعد كده يغسل السطح بالقلويات زي ايه بقى زي ثالث فوسفات الصوديوم او كربونات الصوديوم لا اما ثالث فوسفات الصوديوم او كربونات الصوديوم بعد كده بترفع المشغوله اللي هي مصنوعه من المعدن وبتغمر في محلول يعرف بحامض الكبريتيك المخفف ليه لازاله اي صدا موجود على السطح لازاله اي صدا موجود على السطح طيب بعد كده ببدا اعمل ايه؟ بيغسل السطح طبعا بعد ما شلت طبقه الصدأ اللي موجوده بواسطه حامض الكبريتيك ببدا اغسل السطح بالميه الجاريه بغسل السطح بالميه الجاريه طيب بعد ما بغسل السطح بالميه الجاريه كويس جدا بيتم تجفيفه وبعد عمليه تجفيفه بيعامل يعني بيغمر في حامض الفسفوريك يغمر في حامض الفوسفوريك الممزوج بأملاح فوسفات المعدن أو أملاح الفوسفات المعدنية. طيب كلام ده بيتم غمر المشغولة داخل المحلول ده في برودة ولا تحت درجة حرارة لا طبعا تحت درجة حرارة. طيب درجه الحراره اللي بيتم معامله المشغوله فيها داخل هذا المحلول 190 درجه مئويه 190 درجه مئويه درجه حراره عاليه درجه حراره عاليه يبقى احنا بنقول بعد غسل المشغوله بالميه والصابون وتجفيفها بنبدا نغمر المشغوله في محلول حامض الفسفوريك الممزوج باملاح فوسفات المعدن تحت درجة حرارة 190 درجة مئوية وللتأكد من التخلص من السطح من المواد الدهنية والشحوم اللي موجودة عليه او القلويات اللي موجودة عليه او اي صدأ موجود على السطح بيتم غمر المشغولة في مزيب عبارة عن ثالث او رابع كلوريد الايثيلين ثالث او رابع كلوريد الإسلين وبعد كده بتغسل المشغوله بالميه الجاريه ويتم تجفيفها اما داخل افران او مسلط عليها لهب نار بحيث يتم التاكد من جفاف جميع التقوي... التجويفات اللي هي بتكون صغيره موجوده في سطح المعدن وكده نكون انا اعددت سطح المعدن الجديد بالطريقه الايه ال ال الكيميائيه طيب لو انا بقى هستخدم الطريقة الآلية هستخدم الطريقة الآلية طيب الطريقة الآلية بيقول لي ايه بيجيب لي سطح المعدن وبرضه بسلط عليه طيار يعني بسلط على المشغولة المصنوعة من المعدن وجديدة بسلط عليها طيار من الرمل اللافح يعني ايه يعني برش رمله لافحه يعني رمله سخنه يعني رمله ايه سخنه طب الرمله دي بتعمل ايه؟ بتعمل على تخشين سطح المعدن بتعمل على تخشين سطح المعدن طب وبتعمل على ازاله الصدأ وبتعمل على ازاله الايه؟ الصدأ إيه يبقى بتقوم بوظيفتين يبقى برش السطح ب... ب... بطيار رمل لافح لافح يعني سخن لتخشين السطح وازاله طبقه الصدأ اللي موجوده عليه طيب بعد كده يكشط السطح او يكحت بواسطه مجموعه من المطارق. مطرقه زي الشواكيش كده بس حجمها اكبر بنبدا ندق على السطح عشان اتاكد ان طبقه الصدق الملتصقه بدات ايه تزال من على السطح. طيب بعد كده بعمل تاكيد لازاله الصدق ان انا بكحت السطح او بستخدم الفرشه السلك او صاروخ زي ما قلنا لازاله طبقه الايه الصدأ من على السطح عشان اتاكد ان السطح خالي من اي ايه من اي صدأ موجود عليه. بعد كده ببدا اغسل السطح كويس جدا بالميه والصابون واقوم بعمليه تنظيفه وتجفيفه لاستقبال الدهان فيما بعد. يبقى احنا كده اتعرفنا على الطريقه الاليه وتعرفنا على الطريقة الكيميائية هنبدأ نتناول عملية الفسفتة وعملية الفسفتة هي مراحل في الغالب بيتم في المجهولات ذات الأحجام الكبيرة زي مثلا السيارات أو زي الخزانات الضخمة اللي بيتم تركيبها في بعض المعدات الثقيلة فطبعا عملية الفسفتة دي بتتم داخل مصانع من خلال مجموعة من الأحواض او مجموعة من الغرف بيتم تجهيزها لهذا الغرض طيب عملية الفسفتة بتمر بمراحل عملية الفسفتة بتمر بمراحل اول مرحلة او اول حوض بيعرف او اول غرفة بتعرف بتعرف بحوض ازالة الشحوم طب هو سطح المعدن يا مستر حضرتك قلت برضو وحضرتك بنشيل بنتكلم على الطريقه الآليه او الطريقه الكيميائيه بتقول بنتاكد من ازاله الشحوم والدهون من على السطح. هو سطح المعدن بيكون هو لسه ما ادهنش بيبقى عليه شحم او دهون؟ طبعا. بالنسبه لسطح المعدن بيبقى موجود لحمايته من الصدأ في بعض الاحيان بيدهن طبقه من الشحم بيدهن بطبقه من الشحم لمقاومه الصدأ والعوامل الجوية المختلفة فبالتالي أنا علشان أبدأ أجهزه لاستقبال الدهان لازم تزال طبقة الايه الشحم اللي موجودة طيب أنا ببدأ أجيب مجموعة من الأحواض طبعا أو بتبقى الأحواض بتاعتي بتاعت عملية الفسفاتة موجودة أصلا في المصنع وفي الغالب هذه الأحواض بتسع في حدود 500 لتر من السوائل 500 لتر من السوائل طيب علشان هذه الاحواض تسع الكميه ديت يبقى زي ما احنا بنقول ان بتبقى المشغولات ذات احجام كبيره يبقى بالتالي الاحواض بتكون احجامها كبيره طيب بجيب الاحواض بتاعتنا علشان اعمل عمليه ازاله للشحوم ان انا ببدا احضر محلول او مزيج بيتكون من ثالث كلوريد الايثيلين او محلول قلوي اخر زي كلوريد الصوديوم بنسبه 100 جرام للتر 100 جرام للتر سواء كان ثالث كلوريد الايثيلين او زي ما قلنا كلوريد الصوديوم بنسبه 100 جرام لكل لتر من الميه لكل لتر من الماء طيب ويتم العمليه ديت العمليه دي بتتم تحت درجه حراره بتتم تحت درجه حراره من 90 ل 95 درجه مئويه من 90 ل 95 درجه مئويه طبعا بجانب ان فيه ميه زي ما قلنا تحت درجه حراره زي ما قلنا من 90 ل 95 في فتره من الوقت او لمده من 10 إلى 15 دقيقة، من 10 إلى 15 دقيقة. طيب كويس جدا، يبقى احنا بنقول إن حوض إزالة الشحوم بيتم خلط مزيج من ثالث كلوريد الإيثيلين أو أملاح كلوريد الصوديوم بنسبة 100 جرام لكل لتر من المية وبعد كده ببدأ أضع المشغولة وبيكون المزيج ده تحت درجة حرارة من 90 ل 95 درجة مئوية في مدة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة، بعد كده بترفع المشغولة وتوضع في حوض ماء بارد. ترفع المشغولة وتوضع في حوض ماء بارد. بعد ما بحط المشغولة داخل حوض الماء البارد بيزيل كمية من المواد اللي هي انا بدات أحطيتها في حوض ازاله الشحوم وبالتالي بتشلي كميه الشحوم مع المواد اللي هي كلوريد الايثيلين او كلوريد الصوديوم وبعد كده برفع المشغوله من حوض الماء البارد طبعا واحد هيقولي طب في مده معينه طبعا في مده في حدود 15 دقيقه في حدود 15 دقيقة. طيب بعد كده المشغولة بترفع وتوضع في حوض إزالة الصدأ. حوض إزالة الصدأ عشان أزيل طبقة الصدأ اللي موجودة. طيب بتوضع المشغولة بعد ما برفعها من حوض الماء البارد بتوضع المشغولة داخل حوض به حامض الكبريتي. بداية ممكن قبل ما أحطها في الحوض ممكن اسلط عليها من طيار الرمل اللافح اللي هو الرمل السخن برضو للتاكد من عمليه التخشين وازاله طبقه من الايه الصدى طيب وبعد كده ببدا اغمرها في الحوض اللي فيه محلول حامض الكبريتيك المركز بتركيز من 10 الى 15% من 10 الى 15% تحت درجه حراره تحت درجة حرارة من 15 درجة إلى 60 درجة مئوية لمدة زمنية من 20 إلى 15 دقيقة من 20 إلى 15 دقيقة وبعد كده أنا ببدأ أرفع المشغولة بعد مرور الوقت المحدد لوجودها في حوض إزالة الصدى وبضعها في حوض غسيل ماء الجير غسيل ماء الجير اللي بيحصل ان بضع المشغوله في حوض غسيل ماء الجير ماء الجير ده بيشيل اي اثر من المواد القلويه والحمضيه اللي هي موجوده طب بيشيلها ازاي؟ اللي بيحصل يا جماعه ان بيحدث تفاعل بين ماء الجير والمواد القلويه والمواد الحمضيه و بينتج من خلال هذه العملية التفاعل إلى مواد رخوية <applause> زي الإيه؟ الرغاوي يعني هذه المادة بتتاخد بنعمل إيه بقى؟ بنبدأ نضعها في حوض ماء ساخن نضع المشغولة اللي هي ملتصق بها المواد الرغوية ديت في حوض ماء ساخن بنضعها في حوض ماء ساخن لازاله هذه المواد كلها لازاله هذه المواد ايه؟ كلها. طيب حوض الماء الساخن ده درجه حرارته هل محدده ولا غير محدده؟ لا طبعا محدده درجه حرارته 90 درجه مئويه 90 درجه مئويه. طب المده الزمنيه حوالي 10 دقائق لان انت يا اول ما تضع المشغوله بتبدا الرغاوي دي تتساقط من على السطح المشغوله بتاعنا. طيب بعد كده بنبدأ ننتقل لحوض المعادلة حوض المعادلة حوض المعادلة علشان أتأكد إن المواد دي تم إزالتها نهائيا من علي السطح ببدأ أضع المشغولة في حوض به كربونات الصوديوم به كربونات الصوديوم بنسبة تركيز 5% المئة طبعا بجانب المية طبعا بجانب المية مدة زمنية محددة في حدود عشر دقائق أو خمس دقائق ممكن أضع المشغولة داخل المحلول بتاعنا اللي هو محلول المعادلة في خطوة أو حوض المعادلة طيب نبدأ ننتقل للحوض السابع اللي هو حوض غسيل ماء ساخن حوض غسيل ماء ساخن تغسل المشغولة في حوض ماء الساخن الجاري لمدة عشر دقائق تحت درجة حرارة 95 درجة مئوية لإزالة أي أثر تمهيدا لإيه بقى لعملية الفسفتة لمرحلة عملية الف الله ما يا مصر اللي حضرتك بتقوله ده إيه دي خطوات من عملية الفسفتة مجموعة من الأحواض لكن عملية الفسفتة اللي بتتم بعد كده اللي هي بعطي طبقة من فوسفات المعدن على السطح لتقيه من العوامل الجوية المختلفة وتمنع نفاذ الدهان لسطح المشغولة وتمنع نفاذ الدهان نفاذ الرطوبة لسطح المشغولة أي يعني لسطح يعني ما تعديش من طبقة الدهان وتصل لسطح المعدن فتؤدي إلى إيه؟ تآكل السطح أو تأثره بالصدأ. طيب يبقى احنا المرحله اللي بتلي غسيل الماء الساخن ديت اللي هي عمليه الفسفته طيب عمليه الفسفته دي بقى عباره عن ايه حوض ايضا حوض بيتم فيه عمليه الفسفته ولكن حوض معين خاص هذا الحوض بيحتوي على عده سخانات علشان ترفع درجه الحراره داخل الحوض علشان تؤثر على المشغوله وبالتالي تؤثر على المواد اللي داخل الحوض اللي احنا هنبدا ايه؟ تترسب بعضها على المشغوله. طيب ايه هي المواد اللي احنا بنبدا نرصبها على المشغوله؟ طبعا الحوض بتاعنا ده زي ما قلنا بيحتوي على مجموعه من السخنات وبالتالي بداخله محلول هذا المحلول هو عباره عن حامض الفوسفوريك ممزوج بفوسفات الزنك ممزوج بماده منشطه اخرى تساعد على سرعه التفاعل زي حامض النيتريك زي حامض الايه؟ النيتريك طبعا ترفع درجه الحراره حتى تصل ل 95 درجه مئويه حتى تصل ل 95 درجه مئويه اللي بيحدث ان بتبدا تترسب ترسب فوسفات المعدن على المشغوله لوقايتها زي ما احنا قلنا من شويه طيب بعد كده بنبدا مرحله اخرى بشيلها من حوض الفسفتة وضعها في حوض ماء ساخن وضعها في حوض ماء ساخن لإزالة أي بواقي أو أي مواد موجودة تغمر المشغولة في حوض الماء الساخن لمدة حوالي عشر دقائق تحت درجة حرارة 30 لان زي ما احنا عارفين انها كانت معرضة لدرجة حرارة 95 داخل حوض الفسفتة فبتقل درجة الحرارة اللي تتعرض عليها داخل حوض الماء الساخن بتكون في حدود 30 درجة مئوية طيب بعد كده بتوضع في حوض يعرف بحوض ايه التثبيت تثبيت ايه تثبيت طبقه الفسفتة اللي هي غطت طبقه الايه المعدن اللي هي غطت طبقه المعدن طيب بيتكون من ايه طبق الحوض ده او المواد دي المواد دي بتتكون من حامض الكروميك بتتكون من حامض الكروميك بنسبه تركيز خمسة من المية في المية بنسبة تركيز خمسة من المية في المية بتبدأ تترسب هذه الطبقة اللي هي طبقة الكروم على سطح المعدن لمنع زي ما احنا قلنا بقى ايه <applause> لمنع نفاذ الرطوبة داخل سطح المشغولة عشان ما تصلش لسطح الايه المعدن وتؤثر على الدهان وتؤثر على طبقة المعدن من خلال الصدأ أو العوامل الجوية اللي ممكن يتأثر بيها طيب فاحنا بنقول تغمر المشغولة في حوض التثبيت اللي هو حامض الكروميت بتثبيت بتركيز خمسة من في المية من المية فتترسب طبقة رقيقة من الكروم على المشغولة لمنع نفاذ الرطوبة للسطح وتقي المشغولة من العوامل الجويه المختلفه طيب بعد كده بتوضع المشغوله في حوض ماء بارد بتوضع المشغوله في حوض ماء بارد بعمل عمليه غسيل بقى لازاله اي اثر للمواد السابقه من على سطح المشغوله طيب بعد عمليه الغسيل بالميه البارده ببدا اعمل ايه بعمل عملية تكفيف ببدأ أعمل أعمل عملية إيه؟ تكفيف حوض التكفيف حوض التكفيف ده في الغالب بيبقى فرن حوض التكفيف في الغالب بيبقى فرن أو بيحتوي على مجموعة من التيارات الهوائية السخنة علشان أتأكد من جفاف المشغولة بتاعتنا و خلوها من أي مواد موجودة فيها من مية أو أي آثار أخرى. طيب درجة الحرارة اللي بيتعرض ليها المشغولة بتكون من 120 إلى 100 درجة أو من 100 درجة إلى 120 درجة مئوية وبعد ذلك بتكون المعدة جاهزة إيه؟ لاستقبال الدهان. يبقى إحنا كده تناولنا مرحلة الإعداد للمشغولة المعدنية ونخلي بالنا ان الطريقه الكيميائيه والطريقه الاليه وعمليه الفسفته بتتم على الاسطح المعدنيه فقط اما احنا اتكلمنا بالنسبه للمزيل السائل والمزيل العجينه دول بيستخدم على الاسطح الخشبيه والاسطح المعدنيه على السواء طيب اما نيجي ننتقل بقى لمرحله الدهان طيب لو انا أعددت السطح بالطريقة الآلية ببدأ أكمل باقي الخطوات بتاعتنا للدهان لاستقبال الدهان وكذلك لو أعددته بالطريقة الآلية ببدأ مرحلة تطبيق الدهان فيما بعد وكذلك بعد إجراءات ومراحل عملية الفسفتة بيكون الجاهز السطح جاهز لاستقبال الدهان طيب مرحلة الدهان إيه مرحلة الدهان إيه مرحلة الدهان بتتم على مرحلتين مرحلة الدهان بتتم على مرحلتين أول مرحلة بنطلق عليها الوجه الأول أو الطبقة الأولى طيب الطبقة الأولى عبارة عن إيه بأحضر بوية السنساتك بتاعتنا الخام ويخلط عليها نسبة من التنر وبيتم مسجوهم كويس جداً وعن طريق مسدس رش خاص بالدهانات سيلولوز او دهانات السنساتيك او دهانات الرش الساخن او دهانات الافران ببدا استخدم مسدس الرش بتاعي وادهن المشغوله بالكامل دي طريقه او ان انا بكون مجهز مجموعه من البراميل او في اوعيه فنطيس كبيرة بتبقى موجودة في المصانع بتغمر بداخله المشغولة بتغمر بداخله المشغولة ليتم دهانها بعد ما بيتم دهان المشغولة بالكامل بيرفع المشغولة وتترك فترة قليلة من الوقت في حدود مثلا عشر دقايق حتى تكتفي من عملية إيه؟ إسالة كمية الدهان وفي نفس الوقت تجف طبقة الدهان يترك المشغولة للجفاف في الجو العادي يعني الجو بتاعنا العادي جدا بدون تعرضها لافران لمده 30 دقيقه لمده 30 دقيقه يبقى بتوضع المشغوله في الجو العادي لمده 30 دقيقه بعد الطبقه الاولى وتترك للجفاف. طيب هل الجفاف ده جفاف تام؟ طبعا لا مش جفاف تام ده جفاف الطبقه الخارجيه من طبقه الدهان. طيب انا بعمل ايه؟ بيتم عملية إنضاج يعني إتمام جفاف السطح من الخارج ومن الداخل طبقة الدهان من الخارج ومن الداخل إنها بتدخل مج... أفران تدخل فرن طيب ما بتخش فرن تتعرض لدرجة حرارة بالتدريج حتى تصل لدرجة حرارة 180 درجة مئوية في خلال التدرج بتاعها ده بيكون في فترة زمنية لا تقل عن ساعة لا تقل عن ساعة بترفع درجة الحرارة ل 180 وتنخفض وتبدأ تدريجيا في الانخفاض في مدة الايه؟ الستين دقيقة الستين دقيقة بحيث اما تخرج المشغولة تتعرض للجو العادي بتاعنا طيب دي الطبقة الأولى طب أمال الطبقة التانية الطبقة التانية بتجرى بنفس الطريقة إما عن طريق الغمر او عن طريق الرش بمسدس الرش بتاعنا بعد كده المشغولة بتترك للجفاف في الجو العادي لمدة 30 دقيقة ثم تكرر عملية انضاجها داخل الافران وبيكون كده نكون طبقنا دهان بوية السنساتيك على المشغولات المعدنية بوية السنساتيك على المشغولات المعدنية طيب لو احنا تناولنا بقى الخطوات دي كده زي ما احنا بنقول ترش المشغوله بمسدس الرش ببويت سنساتيك المخفف بالتنر وتترك للجفاف في الجو العادي لمده 30 دقيقه طيب بعد كده النضج اللي هو اتمام الجفاف تدخل المشغوله الفرن بعد جفاف الطبقه الاولى وترفع درجه الحراره تدريجيا حتى تصل ل 180 درجة مئوية لمدة ستين دقيقة. ساعة يعني. طيب، بعد كده الطبقة الثانية بعد نضج الطبقة الأولى داخل الأفران ترش المشغولة بالطبقة الثانية من بويت السنساتيك المخفف بالتنر وتترك للجفاف في الجو العادي لمدة 30 دقيقة، ثم تجرى عملية الإنضاج. تدخل المشغولة الفرن للمره الثانيه بعد الجفاف لاتمام النضج وترفع درجه الحراره تدريجيا حتى تصل ل 180 درجه مئويه ايضا لمده ساعه. دهان الافران دهان الافران دهان الافران بيتم دهانه على المشغولات المعدنيه والمشغولات وبعض المشغولات الخشبيه. ولكن اجراءاته على الاسطح الخشبيه غير الاسطح المعدنيه في الغالب. طيب اما نيجي نتكلم عن دهان الافران اللي بيتم على الاسطح المختلفه زي ما قلنا اول حاجه بيقول لي دهان بويه الافران بيتم دهان المشغولات سواء كانت الغسالات او الثلاجات او الاساس المعدني وكذلك السيارات ومعظم المشغولات اللي ممكن تتعرض لدرجات حراره. تمام؟ فدرجات الحراره لا تؤثر على طبقه الدهان اللي هو دهان بويه الافران. طيب بويه الافران بتاعتنا زي ما قلنا ان احنا بننفذها اما على الاخشاب او على المعدن. طيب لو احنا اتكلمنا بالنسبه للمعدن بيقول لي تجرى عمليه الاعداد المعدن بقى الجديد المعدن جديد انا علشان ادهنه ببويه الافران يبقى بيتم اعداده اما بعمليه الفسفته او بالمزيل او بالعمليه الكيميائيه الطريقه الكيميائيه او بالطريقه الاليه طيب بعد كده بيبطن السطح بعد مرحله الاعداد السطح بياخد طبقه من البطانه السطح بياخد طبقه من البطانه من بويه الافران من بويه الإيه؟ الافران ويترك السطح للجفاف في الجو العادي نفس مراحل بويه السنساتيك مع الاختلاف البسيط ان مده الجفاف في الجو العادي في بويه السنساتيك كانت حوالي 30 دقيقه هنا مده الجفاف في بويه الافران 15 دقيقه بويه الافران المشغوله بتاخد طبقه بعد مرحله الاعداد بتاخد طبقه من الدهان اللي هو دهان بويه الافران الجاهز تاخد طبقه واحده وبتترك للجفاف في الجو العادي لمده 15 دقيقه والاتمام ايوه والاتمام عمليه الجفاف بتبدا المشغوله تخش الفرن وترفع درجات الحرارة حتى تصل لدرجة النضج حتى تصل لدرجة النضج واحد يقول لي الله طب يعني ليه حضرتك ما هنا وقلنا حتى تصل ل 180 اه لان بوية الافران بتختلف ازاي بتختلف كل نوعية من نوعيات بوية الافران لها درجة نضج تختلف عن التانية فبالتالي هو بيقول لي اول ما بتخش المشغولة الافران بترفع بعد وصولها لدرجه النضج فطبعا المواصفات بتبقى مكتوبه على العبوه ان درجه نضج هذا الدهان او بويه الافران ديت درجه نضجها نج مثلا 90 درجه مئويه او 180 او 120 حسب ما بتكون محدده او حسب مواصفات البويه. نيجي ننتقل لدهان الرش الساخن. دهان الرش الساخن هذا الدهان بيتم تطبيقه على المشغولات بنوعيها سواء كانت الاخشاب او المعادن ايضا وخلاص احنا بقينا متفقين ايه هي مراحل اعداد الاسطح سواء كان معدن او ايه هي مراحل اعداد الاسطح سواء كانت اخشاب. بيقول لي دهان الرش الساخن يعتبر من انجح انواع الدهانات في العصر الحالي ويمتاز بالسرعه في الجفاف والزياده في المساحات اللي بيفردها اللي هي بتدهن بجانب انه يعطي قوه لمعان عاليه جدا وقوه التصاق على السطح خطوات الدهان بتاعته على المعدن ايه اولا اعداد السطح اولا اعداد السطح زي ما قلنا اذا كان السطح قديم يزال الدهان باحد المزيلات سواء كانت السائله او العجينه طيب ده اذا كان قديم طب اذا كان جديد اذا كان جديد ممكن عمليه اعداده بطريقه قديمه برضو ان انا بشيل طبقه الشحوم والدهون بواسطه كلوريد الايثيلين او البنزين ثم تغسل المشغوله بالماء والصابون وتجفف جيدا وتكون جاهزه لاستقبال الايه الدهان او يمكن اجراء ايه ايوه عمليه الفسفته او يمكن اجراء عمليه الفسفته طيب لو انا اجريت عمليه الفسفته يا جماعه لو انا اجريت عمليه الفسفته لا تجرى عمليه البطانه بطانه بطانه ايه اه ما انا عندي دلوقتي لو انا اعددت السطح بالطريقه العاديه اللي احنا لسه قايلينها اللي هي ان انا بغسل السطح بواسطه كلوريد الايثيلين او البنزين ويغسل بالماء والصابون ويجفف يبقى في الحاله دي لازم ايه لازم يبطن السطح بطبقه من البرايمر الممزوج بالتمر. طب لو انا اعددته بطريقه الفسفته قال لي ما تستخدمش هذه المرحله يعني ما دهنش المشغوله بالبرايمر ما دهنش المشغوله ايه بالمر... بالبرايمر يبقى في الحاله ديت الخطوه دي مش هتكون موجوده لو انا اعددت السطح بعمليه الفسفات طب لو اعددتها بالطريقه الاليه يدهن السطح بالبرايمر طب لو اعددتها بالطريقه الكيميائيه يدهن السطح بالبرايمر انما عمليه الفسفتة دي اللي لا يتم اجراء طبقه البرايمر على السطح بعد مرحله الفسفته. طيب بعد عمليه البطانه بيبدا يرش السطح. طيب انا علشان ارش السطح احنا بنقول دلوقتي الرش الساخن. اه معنى رش ساخن يعني دهان سخن، يعني الدهان نفسه سخن. طيب هل بيتم دهان الدهان الساخن ده ازاي؟ هل بسلط عليه لهب؟ لا طبعا ده بيتم احضار نوعية معينة من اجهزة الرش، هذه الاجهزة فيها مجموعة من الخزانات المعدة بمجموعة من السخانات بحيث ترفع درجة حرارة الدهان، طيب ترفع درجة حرارة الدهان لكام؟ هل درجة حرارة مفتوحة؟ يعني غير محددة؟ لا طبعاً دهان بوية الرش الساخن بيتم اعداده من مجموعة من الراتنجات الصلبة والمذيبات وفي الغالب المذيبات اللي بتستخدم في الرش الساخن بتكون مذيبات بطيئة الجفاف يعني مش سريعة يعني ما بتجفش بسرعة يعني ما بتتطيرش بسرعة تمام؟ طب دي نقطة النقطة الثانية مجموعة المواد الصلبة اللي هي الراتنجات الصلبة اللي موجودة طيب أما يبقى في راتنجات صلبة ومذيب ازاي الدهان هيترش؟ اه لا ده مش هيترش يبقى لازم في الحاله ديت بيتم انصهار هذه الراتنجات الصلبه. طيب علشان يتم انصهار هذه الراتنجات يبقى لازم يعرض الدهان لايه؟ لدرجه حراره. درجه الحراره المثلى لانصهار الدهان حتى يمكن تطبيقه او خروجه على السطح هي 71 درجه مئويه. يعني اول ما الدهان يصل لواحد 71 درجه مئويه يبقى في الحاله دي الدهان هيخرج على السطح يرش الدهان يرش الدهان من خلال اجهزه الرش الساخن تحت درجه حراره 71 درجه مئويه وجه واحد فقط متجانس السمك ولامع وقوي الالتصاق على سطح المشغوله وبكده نكون احنا اتعرفنا على مراحل الد... ونكون كده اتعرفنا على مراحل دهان الرش الساخن على الاسطح المعدنيه ودهان بويه الافران على الاسطح المعدنيه وكنا عايزين نوضح النقطه بالنسبه لدهان بويه الافران ممكن يتم تطبيقه على الاخشاب من خلال ان احنا بنجيب البويه وبنجيب المخفف بتاعنا وبنجيب مصلب ونضع هذه المواد مع بعضيها ويتم رش الدهان على السطح ولكن لابد من تتوفر مهاره للعامل اللي بيقوم بتطبيق طبقه دهان بويه الافران على المشغولات الخشبيه وكذلك بالنسبه للرش الساخن على الاسطح المعدنيه. الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله.